بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. حل نماذج الوزارة لمادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي، امتحان ديسمبر، وإن شاء الله كاملة مش هيخرج عنها أي امتحان، وهنسيب لكم رابط تحت الفيديو للإجابات بإذن الله تعالى، بس ركزوا معنا في الشرح. هنبدأ بسم الله تعالى بأول نموذج. النماذج مترتبة على حسب الدروس. أول حاجة كلام موجه لأولياء الأمور عشان هم اللي هيذاكروا لأولادهم، فأولياء أمور الصف الرابع يخلي بالهم معانا عشان نتوكل على الله بإذن الله. أول حاجة، إذا أردت معرفة موقع مدينة القاهرة على الخريطة أنظر إلى مقياس الرسم، صح ولا غلط؟ طيب دلوقتي مثلا الكلام ده غلط، ليه؟ لأن مثلا مدينة القاهرة هو مقياس الرسم ده بقى اللي هو بيعرفني المساحة ما بين القاهرة وما بين أسيوط. طب أنا دلوقتي ده هيحدد لي؟ لا، طب المفروض أنظر إلى إيه؟ أنظر إلى وردة البوصلة عشان أعرف أبص يمين وشمال، هي اللي هتعرفني الموقع. يبقى أول ما أشوف موقع يبقى مرتبط على طول بوردة البوصلة، مش مرتبط بمقياس الرسم. رقم 2، تستخدم الأقمار الصناعية في التقاط الصور الجوية. طبعا الإجابة خطأ. ليه؟ الأقمار الصناعية ما بتستخدمش في التقاط الصور الجوية، ولكن الصور الفضائية، عشان كده الصور الجوية تستخدم بواسطة الطائرات، يبقى عشان كده الإجابة خطأ. تستخدم شبكة الإحداثيات في تحديد الاتجاهات على الخريطة. شبكة الإحداثيات اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض تستخدم في تحديد الاتجاهات يمين وشمال على الخريطة. هنقول له برضو الإجابة خاطئ، لأن اللي بيحدد لي الاتجاهات على الخريطة برضو وردة البوصلة، هي اللي بتعرفني يميني من شمالي. طيب إذا أردت رسم خريطة تفصيلية لجزء من مصر فإنك تعتمد على الصور الجوية. هنقول له إيه؟ إجابة صحيحة. ليه؟ لأن هو بيقول لي جزء، وكمان بيقول لي خريطة تفصيلية، وإحنا عارفين الصور الجوية أكثر دقة لأنها بتجيب بالظبط يعني. طيب وعناصر أقل. العنصر المفقود بالخريطة المقابلة هو البوصلة. طيب نشوف كده وردة البوصلة فين؟ ده مش وردة البوصلة، هنا برضو الخطوط، الشبكة، الإحداثيات، كله مفتاح الخريطة، كل مقياس الرسم موجود، أي وردة البوصلة مفقودة فعلا، يبقى دي إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. طيب السؤال التاني، ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة، اختيارات يعني. إذا أردت حساب المسافة بين محافظتي القاهرة والجيزة في الطبيعة فإنك تحتاج إلى، خد بالك حساب المسافة وكمان بيقول لي إيه؟ في الطبيعة، يبقى أنت محتاج عنوان الخريطة ولا مقياس رسم الخريطة ولا مفتاح الخريطة ولا وردة البوصلة؟ طبعا مقياس رسم الخريطة اللي هو زي كده بالظبط، اللي بيحدد لي المسافة بكيلو ولا باتنين كيلو ولا بتلاتة كيلو. يبقى أنا كده هو هيقول لي بقى في مقياس الرسم دي إن السنتي بكيلو، وبين القاهرة والجيزة 2 سنتي، يبقى كده أنا عرفت إن المسافة 2 كيلو، يبقى مقياس الرسم هو اللي هيوضح لي الخريطة المقياس. لمعرفة مدلول الألوان والرموز، الألوان والرموز اللي هو زي كده مثلا المثلث والأصفر مربع والدايرة كذا، عشان مدلول الألوان والرموز الموجودة على الخريطة أنظر إلى إيه؟ عنوان الخريطة اللي مكتوب من تحت، ولا مقياس الرسم اللي بيعرفني المساحة اللي هو زي كده، ولا مفتاح الخريطة اللي هو فيه الحاجات دي، ولا وردة البوصلة اللي بتعرفني الاتجاهات؟ طبعا كده الكلام على مفتاح الخريطة، لأن مفتاح الخريطة هو اللي بيعرفني المثلث حديد والذهب أصفر وهكذا وهكذا. طيب العنصر المفقود بالخريطة المقابلة الخريطة دي هو ايه بقى؟ هو وردة البوصلة. نبص كده وردة البوصلة لا موجودة، يبقى مش هي. عنوان الخريطة موجود. مفتاح الخريطة اللي بيعرفني بقى يمين وشمال موجود اهو. مقياس الرسم، فين مقياس الرسم؟ مش موجود، يبقى الإجابة هتبقى ايه؟ مقياس الرسم. هنا بقى بيقول لي حدد الرمز الصحيح لمفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة لسه متكلمين عليه، وقلنا ان هو ده اللي بيعرفني ايه المثلث وايه المربع وايه الدايرة، يبقى هو ده مفتاح الايه؟ الخريطة. ننتقل للسؤال اللي بعد كده. لو انك من سكان القاهرة وتريد السفر الى اسيوط فهتتجه نحو ايه؟ الشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب؟ طبعا هتتجه للجنوب. ليه بقى؟ تعال بص على الخريطه دي وانا اقول لك. القاهره بتبقى موجوده هنا، يبقى القاهره موجوده فين؟ في الشمال. طب انت عاوز تنزل لفين؟ لاسيوط. اسيوط تحت هنا، يبقى انت هتتجه في اتجاه الجنوب. رقم 6،
أي من العناصر التالية للخريطة يستخدم عند رسم محافظة الأقصر في ورقة صغيرة؟ أنا عايز أرسم محافظة الأقصر في ورقة صغيرة، يبقى هستخدم مقياس الرسم. ليه؟ ما أنا هعرفها لك بقى، ما مش هستخدم عنوان ولا هستخدم وردة بوصلة ولا هستخدم مفتاح خريطة، أنا هحددها في مقياس الرسم، هو اللي هيعرفني مساحتها الصغيرة. طيب حدد العنصر الناقص بالخريطة ألف مقارنة بالخريطة ب. يعني المرة اللي فاتت كان بيجيب لي سؤال بيقول لي شوف اللي ناقص ايه في الخريطة من العناصر الخمسة اللي احنا عارفينهم، هنا بقى بيقول لي قارن بين دول وشوف ايه اللي ناقص. فاللي ناقص هيبقى شبكة الإحداثيات. ازاي؟ تعالى هنا، ادي وردة البوصلة، وردة البوصلة، عنوان الخريطة، وعنوان الخريطة، مقياس الرسم، مقياس الرسم، لكن خطوط الطول والعرض موجودة على الشمال ومش موجودة في اللي في اليمين، يبقى اللي ناقص هو شبكة الإحداثيات. ننتقل للسؤال اللي بعده. لاحظ الخريطة المقابلة واكتب مدلول الأرقام، دي حاجة سهلة جدا. رقم واحد على الخريطة يشير إلى إيه؟ طبعا ده يشير إلى مفتاح الخريطة. رقم اتنين، بص كده في المساحة الواسعة دي، على الخريطة يشير إلى إيه؟ شبكة الإحداثيات، لأن هو جاي على إيه؟ فيصل بين الخط الطولي والخط العرضي، تمام؟ رقم تلاتة لو بصينا عليه، ها يشير لمين حبيبنا ده؟ طبعا مقياس الرسم. طيب هنا بقى يعتبر جاوب على الأسئلة دي. حدد سببا واحدا لضرورة كتابة عنوان الخريطة. وانا ليه بكتب عنوان الخريطة؟ ليه؟ ما السبب في كتابة عنوان الخريطة؟ طبعا ليوضح معلومات الخريطة، عشان يعرفني دي خريطة افريقيا ولا خريطة العالم ولا خريطة مصر وهكذا. اكتب تفسير لأهمية الخريطة للفلاح. الفلاح بيحتاج الخريطة ليه؟ لتحديد ملكية الأرض، عشان يعرف الملكية بتاعة الأرض. طيب اكتب تفسيرا لأهمية الخريطة للجيش. طبعا الجيش بيحتاج الخريطة في ايه بقى؟ تحديد المواقع الحربية، تحديد المواقع الحربية. ننتقل للسؤال اللي بعده. لاحظ الصورة ثم اكمل الجدول التالي. لتحديد اوجه الشبه والاختلاف بين خطوط الطول ودوائر العرض مستخدما الكلمات التالية: افقيا ورأسيا وجنوبا وشمالا وشرقا وغربا. طيب اولا هو عاوز يقارن بين خطوط الطول ودوائر العرض. اوجه التشابه، يعني هما الاثنين بيستخدموا في تحديد ايه؟ نقول له في تحديد المواقع، يعني خطوط الطول ودوائر العرض اللي هما زي تحت دول اهم بعرف بيهم المواقع، صح كده؟ طيب تعالى بقى على الاختلاف، يبقى التشابه بينهم حاجه واحده، ان هما الاثنين بيستخدموا في تحديد المواقع. الاختلاف بقى، اولا خطوط الطول بتتخذ شكلا ايه؟ افقي ولا راسي؟ نقول له راسي. تعالى المقابل، اكيد بقى دوائر العرض بتتخذ شكل ايه؟ افقي. يبقى اعرفها بقى ان الطول، خطوط الطول راسي، لان راسك كده، راسك طول، صح؟ اما العرض كتافك بقى، كتف اليمين وكتف الشمال، يبقى افقي، خلاص. طيب تقسم الكره، تقسم الكره الارضيه الى نصفين. ايه هما بقى النصفين دول؟ خطوط الطول نص ايه ونص ايه؟ شرقا وغربا. اما بقى الافقيه اللي هي ماشيه كده، يبقى شمالا وجنوبا، يبقى تقسم الكره الى شمالا وجنوبا. يبقى وضحنا الاتفاق او التشابه والاختلاف. السؤال اللي بعد كده صح وغلط. الكتب والموسوعات والمقالات من المصادر الاوليه. نقول له كلامك غلط، اي كتب واي موسوعات ومقالات دي مش مصادر اوليه، دي حاجات تتكتب في اي وقت، عشان كده دي مصادر ثانويه وليست اوليه. التاكد من صحه المعلومات الوارده عن الهرم. نستخدم المصادر الاوليه والثانويه. هنقول له كلامك صح، عشان يكملوا بعض، الاوليه تعرفني وتاكد لي، والثانويه بقى ايه؟ حاجه مكتوبه عنه. المخاطبات الرسميه والنقوش على الجدران من المصادر الاوليه. نقول له برضو كلامك صح، اي حاجه رسميه واي حاجه فيها نقش وورق بردي وحاجات قديمه، اعرف على طول ان هي مصادر ايه؟ اوليه. طيب لوحة الملك نورمر أحد المصادر الثانوية. نقول له إزاي؟ أنت بتقول طب هو ده عايش نورمر ده؟ حاجة قديمة، يبقى إذا طالما حاجة قديمة يبقى إذا مصادر أولية على طول. طيب يبلغ ارتفاع برج القاهرة 187 متر، العبارة دي تعبر عن حقيقة. حقيقة، اديتني معلومة، خلاص يبقى حقيقة، تمام؟ طيب يجب علينا تحري دقة المعلومات قبل نشرها. هنقول له أيوة صح، أمال أنشر حاجة غلط وأثير الأكاذيب بين الناس؟ طيب خطا تحت الإجابة الصحيحة. إذا أردت أن تستخدم مصدرا أوليا، مصدر أولي يعني الحاجات القديمة، لإجراء بحث عن قناة السويس، هتستخدم إيه؟ موسوعة قناة السويس، طبعا دي تتكتب في أي وقت، رسمية، أيوة قلنا أي كلمة رسمية، يبقى هي تنفع لإيه؟ تنفع لموضوع المصادر الأولية. اما مقاله كتب سنه 2000 والقناه مش عارف سنه كام، ما ينفع حاجه عن 2014 والقناه سنه 1800، يبقى ده كله حاجات جديده، واحنا عايزين حاجات اوليه، يبقى وثائق رسميه. طيب عند كتابتك لبحث عن اهميه موقع مصر،
بتستخدم المصادر الثانوية زي ايه؟ مخاطبات رسمية ولا برديات ولا وثائق ولا كتب؟ خد بالك هو عايز مصادر ثانوية، يبقى الرسمية دي ايه؟ مصدر اولي، يبقى ما تنفعش. البرديات حاجة قديمة، مصدر اولي ما تنفعش. طب كلمة الرسمية تاني، مصدر اولي، يبقى ما تنفعش. يبقى انا عايز الكتب، يبقى الإجابة الكتب هي المصادر الثانوية. 3. المعلومات التي تم التأكد من صحتها، حاجة تأكدت منها، يبقى حقيقة ولا رأي ولا وجهة نظر؟ حقيقة، تأكدت من صحتها، يبقى إذن هي حقائق. مدينة شرم الشيخ أجمل المدن المصرية، الكلام ده بقى يعبر عن رأي ولا حقيقة؟ طبعا رأي على طول. ليه؟ إحنا قلنا لما يقول لي أجمل، أنظف، أحسن، أفضل، أسلوب التفضيل ده اللي انت خدته في العربي اللي هو صيغة التفضيل دي، طبعا أجمل، أنظف، أفضل، مش عارف ايه، على طول ده رأي على طول، لأنه ده رأيك انت. طيب، يتم التقاط الصور الفضائية بواسطة الأقمار الصناعية، ده رأي ولا حقيقة؟ لا، انت بتديني معلومة كده، الفضائي بواسطة الأقمار، يبقى ده حقيقة. يبلغ عدد سكان مصر 94 مليون، حقيقة، يبقى دي على طول ايه؟ حقيقة، لأنك بتديني معلومة. خلاص. طيب، أجب عن الأسئلة الآتية: حدد سبب واحد لوجود اختلاف بين الحقائق والآراء، أعرف ده وأعرف ده، أروح قايل له إيه؟ الحقيقة حاجة تم التأكد من صحتها، أما الرأي ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. طيب، اكتب تفسيرا واحد لضرورة الاعتماد على الحقائق والتأكد من صحة آراء الآخرين. تفسير واحد لضرورة الاعتماد على الحقائق، بتعتمد عليها ليه؟ أقول له علشان تكون القرارات صحيحة، ما أنا لما أدور على الحقائق واخد قرار بناء على هذه الحقائق يبقى تكون المعلومات ايه؟ صحيحة. طب اكتب تفسير واحد لأهمية قناة السويس، نقول له ان هي ممر ملاحي يربط بين البحر الاحمر والبحر الايه؟ المتوسط، يبقى هي اهم ممر ملاحي يربط بين البحرين اللي يقلل المسافة، وانتوا عارفين باقي الايه؟ باقي الحاجات المهمة بتاعتها. طيب، صواب وخطأ: تقع مصر وشمال شرق آسيا، مصر شمال شرق اسيا؟ غلط. ليه؟ لانها شمال شرق افريقيا مش شمال شرق اسيا. تمام. زادت اهميه موقع مصر بعد حفر قناه السويس، كلام صحيح. وحد عمل لنا حاجه غير قناه السويس هي اللي ظبطت الموقع الاقتصادي والتجاري؟ المحيط الاطلنطي يمثل مساحه شاسعه من الماء المالح قليله العمق، نقول له غلط. مساحه شاسعه ماشي، ميه مالحه ماشي، قليله العمق لا، كبيره العمق، واسعه العمق. تمام. طيب، تمر السفن في الاتجاهين بقناة السويس بعد حفر قناة السويس الجديدة، ايوه كانت في اتجاه واحد زمان، لكن دلوقتي بعد حفر القناة الجديدة اصبحت في الاتجاهين، وكمان قللت المسافة، وكمان وفرت الوقت والجهد وكل ده. طيب، ادى حفر قناة السويس الجديدة الى زيادة زمن، زيادة زمن المرور، نقول له لا، الكلام ده غلط، هي ادى الى قلة زمن المرور. اذا اردت الذهاب الى العاصمة الادارية الجديدة في مصر اول مره، انت محتاج GPS يحدد لك الاتجاهات، نقول له ايوه محتاج GPS يعرفني اليمين من الشمال. تمام. السؤال اللي بعد كده: اوروبا تعتبر مساحه شاسعه من اليابس، تضم عده دول، هي بذلك تكون ايه؟ محافظه ولا دوله ولا قاره ولا جزيره؟ قاره معروفه، قاره اوروبا. وعايز يقول له اوروبا تطلع ايه؟ اقول له اوروبا قاره. طيب، لو في مساحه كبيره جدا من الميه المالحه واعماق كبيره، يبقى مين ده؟ محيط على طول، يبقى المحيط الهندي، لا ينفع نهر ولا بحر ولا بحيرة، لازم يكون محيط. طيب، إذا حبيت إنك أنت تكتب بحث عن موقع مصر الجغرافي، هتستعين بمؤلفات مين؟ طه حسين، محمد يونس بتاع النشيد، وطه حسين بتاع الأدب، سيد درويش بتاع اللحن والموسيقى، ولا جمال حمدان؟ جمال حمدان. ليه؟ لان معظم الكتب الجغرافية كتبها جمال حمدان، وانت عاوز تكتب عن موقع مصر الجغرافي، يبقى هتدور لي على كتب مين؟ جمال حمدان. القناة التي تعد شريان التجارة العالمي وتربط بين البحر الابيض والمتوسط بشكل مباشر، بشكل مباشر، اهم حاجة الكلمة دي، بشكل مباشر، نقول له قناة السويس. ليه يا استاذ؟ هو لو قال له غير مباشر تبقى قناة ايه؟ تبقى قناة سيزو ستريس القديمة اللي هي بشكل شبه مباشر، او ايه يعني ايه غير مباشر. طيب، مساحة واسعة من اليابس وفيها دول، على طول قارة، والقارة مين هنا؟ مصر، قارة اسيوط، قارة الدلتا، طبعا قارة افريقيا. تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقارة ايه؟ برضو افريقيا. احنا ما قلنا لما هو قال لي اسيا هناك قلنا له غلط، يبقى اذا هي القارة ايه؟ افريقيا. طيب، تطل مصر من جهة الشرق، فين جهة الشرق دي يا أستاذ؟ اللي فوق دي؟ لا، اللي فوق دي اسمها الشمال.
طب واللي تحتها اكيد الجنوب. طب واللي على شمالك دي الغرب. طب واللي على يمينك دي الشرق. يبقى يميني في ايه هنا؟ بص كده في الخريطة، البحر الاحمر. يبقى مصر تطل على الشرق من جهة ايه؟ من جهة الشرق تطل على مين؟ على البحر الاحمر. طيب يحد البحر المتوسط من جهة ايه؟ فين البحر المتوسط يا استاذ؟ الازرق اللي فوق دي. طب انا لسه قايل لك دي اسمها ايه دي؟ الشمال. يبقى اللي يحد مصر من جهة الشمال هو البحر المتوسط، والبحر المتوسط يحد مصر من جهة الشمال. يحيط اليابس بمصر من جهتين. اليابس، طب احنا اذا كان الشمال بحر والشرق برضو بحر، يبقى الغرب مفيش بحر والجنوب مفيش بحر، يبقى انا هختار الغرب والجنوب. اهو الجنوب والغرب، الجنوب والغرب هما اللي يحدوا مصر من اليابس لان ما فيهمش بحار. طيب اجب عن الاسئله التاليه. اكتب دليلا واحدا على صحه العباره التاليه: مصر دوله بحريه. نقول له يا عم الحاج مصر دولة بحرية لأنه يحدها بحران من الشمال والشرق. من الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق البحر الأحمر. تمام؟ طيب اكتب تفسيرا واحدا للعبارة: ساعد نهر النيل على ازدهار الاقتصاد المصري منذ القدم. يقول له ايوه، ايه الدليل؟ لوجود الحياة بجانبه. ايه يعني وجود الحياة؟ لأن المصريين سكنوا بجوار جهر نهر النيل. طب والاعتماد على الزراعة، وأقاموا الزراعة بجانب نهر النيل، والاعتماد على الزراعة والتجارة. اكتب نتيجة واحدة ترتبت على حفر قناة السويس الجديدة. هنقول له طبعا قللت زمن المسافة اللي هي قللت الوقت يعني من 19 ساعة ل 11 ساعة، بعدين المرور في لتسع ساعات يعني الفرق 11 ساعة، والمرور في الاتجاهين ان هي كانت اول بتمشي في اتجاه واحد، دلوقتي فين؟ في اتجاهين. طيب امام خريطه صماء لمصر اكتب مدلول الارقام عليها. رقم واحد في الخريطه، فين رقم واحد؟ اهو. مين الحلو اللي نازل ده؟ مصر ماسكها من الشمال للجنوب، الازرق ده نهر على طول، نهر مين؟ نهر النيل. طب رقم اتنين، رقم اتنين بيقول لي قناه، القناه اللي جنب نهر النيل اللي وصلت البحر الاحمر اهو بالبحر المتوسط، طبعا قناه السويس من غير كلام. ثلاثه يشير الى البحر، دور لي على ثلاثة، مين البحر اللي على اليمين ده؟ طبعا البحر الاحمر من غير كلام. طب اربعة البحر الايه؟ فوق خالص اهو، ها شاطرين الناس بتجاوب معايا اهي، المتوسط. طب خمسة بقى يشير الى ايه؟ شبه جزيرة، احنا ما عندناش غير شبه جزيرة ايه؟ سيناء. هنا بقى درس المحافظات. تعد محافظة بني سويف من محافظات الوجه القبلي، صح ام خطأ؟ طيب لو انت اتلخبطت تعالى دور لي هنا بقى، شوف لي بني سويف اهي. طيب كل الاحمر ده يعتبر الوجه القبلي، والاخضر ده واللي حواليها الوجه البحري. طيب الاخضر بحري واللي حواليها ده الحدود، تمام، واحجام اهي عندي عشان اعرف ان الوادي اكبر محافظه اهي. طب تعالى كده بص لي على دمياط، هتلاقي دمياط هنا كده خالص اصغر محافظه، عشان تعرف الاكبر والاصغر. لذلك هو بيقول لي هنا اهو، يبقى خلاص الاولى عرفت ان هي صح، لان بني سويف في الاحمر اهي، يبقى من الايه؟ من القبلي. طيب محافظة الوادي الجديد أكبر المحافظات، هنقول له صح. ليه؟ بص كده مساحتها، بص مساحة الوادي قد إيه؟ طب هات لي أي محافظة تانية قدها؟ لا مفيش. لو دورنا على بعضها تاني مثلا ممكن نقول مطروح مثلا كده يعني. طيب تفصل الحدود الدولية بين محافظتي، بين محافظتي والمحافظة المجاورة. غلط. ليه؟ الحدود الدولية دي تفصل بين الدول، بين دولة كذا ودولة كذا، لكن محافظة ومحافظة اسمها حدود إدارية. يبقى لو قال الحدود الإدارية بين المحافظات أقول له أيوة صح. طب الحدود الدولية، الحدود الدولية بين الدول، يبقى صح برضه، لكن بين الإيه؟ المحافظات طبعا لا. محافظة الأقصر من الوجه البحري، الأقصر أهي. طب والوجه البحري قلنا عليه الاخضر اللي فوق ده، يبقى الكلام ده غلط تماما، يبقى الاجابه خاطئه. تشترك محافظه القاهره في حدودها الجنوبيه مع محافظه الجيزه، طبعا اجابه صحيحه، لان القاهره هنا اهي، طبعا اهي شايفينها، والجنوب بتاعها يشترك مع الجيزه، يبقى اجابه صحيحه. خلي بالكم من الخريطه دي، احفظوها كويس، شوفوا الاكبر والاصغر عشان نعرف الحدود وكده. محافظتي من محافظات، السؤال ده يتوقف عليك انت، انت من محافظات الحدود اللي هم الخمسه المعروفين، انا هرجع لهم اهم، اللي هم شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح، دي طبعا محافظات الحدود، وخمسه هم معروفين، ومحافظه البحر الاحمر برضو طبعا ايه، يبقى دول، يبقى انت لو انت من دول تختار الحدود. لو انت محافظتك من الجزء الاخضر ده، سويس، قاهره، غردقه، قليوبيه، يبقى البحري. طب من الاحمر بقى ايه؟ الجيزه، فيوم، بني سويف، منيا، اسيوط، سوهاج، هنا الاقصر، اسوان، يبقى انت ايه؟ من الوجه القبلي. عشان كده احنا هنختار الاثنين، وانت اختار ايه حسب بلدك اللي انت منها.
طيب بعدين، وده سؤال مهم واكيد هيجي في كل المحافظات، مساحة من اليابس تضم مجموعة من المراكز والاحياء. مساحة من اليابس، يابس قارة على طول، ها؟ طيب طيب انا ايه قلت قارة، طيب تضم مجموعة من الدول يبقى دي القارة، لكن المراكز والاحياء يبقى دي المحافظة. محافظة محافظة فيها مركز كذا ومركز كذا وقرية كذا وقرية كذا، يبقى هي مساحة من اليابس تشبه القارة بالظبط، صح؟ بس هنا بقى ما بيقوليش دول، لا دي بتضم مراكز، يبقى اذا دي ايه؟ يبقى المحافظة. اذا اردت زيارة اكبر محافظات مصر، احنا لسه شارحين وقايلين ان اكبر المحافظات هي الوادي، ولكن دمياط هي ايه؟ اصغر المحافظات. احدى محافظات الحدود مطروح، ها؟ البحر الاحمر، سينا دي وسينا دي، ها؟ يبقى اذا ايه؟ تبقى عارف برضو بتوع الحدود علشان تبقى عارفهم كويس. لو عايز زيارة الوزارات، وزارة كذا وزارة كذا، اجري على القاهرة، لان القاهرة فيها هي كل الايه؟ كل الزيارات. السؤال اللي بعد كده، حدد سببا واحدا لانشاء الدولة للعاصمة الادارية الجديدة. ليه الدولة امال تصرف فلوس عشان تعمل العاصمة الادارية الجديدة؟ حاجات كتير طبعا، ازدحام السكان في القاهرة، بناء مساكن جديدة، تقليل للسكان في القاهرة، يعني تقدر تقول فيها كلام كتير. طب تفسير واحد لتقسيم بعض الدول الى محافظات، ليه ما خليناش الدوله مكان واحد؟ ليه عملناها محافظات؟ نقول له اتساع مساحه الدوله، مساحه كبيره مش هنقدر نحكم ده كله، فنعمل بقى محافظه هنا ومحافظه هنا ومحافظه هنا كده يعني. طيب حدد لي سبب واحد لان مصر عملت القاهره هي العاصمه، ليه ما غيرتهاش مصر؟ ليه خللت القاهره هي عاصمه مصر وما غيرتهاش على مر التاريخ؟ نقول له بقى لموقعها المتميز بين الوجهين، لان هي نقطة التقاء الوجه البحري بالوجه القبلي، تمام؟ يبقى هي في النص بالظبط، عشان كده تطل على ده كله وتطل على ده كله. طب هات لي دليل على اهتمام الدولة بتطوير القاهرة. طب هل هي بتطورها؟ ايوه بتطورها. ايه الدليل؟ حاجات كتيرة. اول حاجة بناء عملت مشروعات كتيرة جدا، زي مشروع حي السيدة زينب رضي الله عنها، ومشروع حي الاسمرات، ومشروع حي رود الفرج، ومشروع العاصمة الإدارية. كل دي مشاريع إيه؟ عملتها الدولة عشان تطور القاهرة. اكتب لي بقى يشير رقم واحد إلى محافظة إيه؟ أكيد طالما في النص والتقاء بين الاتنين يبقى محافظة القاهرة، يبقى محافظة إيه؟ القاهرة. طبعا احنا كاتبين نهر النيل، ده خطأ، المفروض هي محافظة القاهرة. طيب رقم اتنين، أكبر المحافظات، أكبر المحافظات رقم اتنين من غير ما ادور يبقى هي محافظة مين؟ الوادي الجديد، الوادي الجديد. رقم تلاتة، البحر الأحمر معروف. رقم أربعة، يبقى رقم أربعة إيه؟ البحر الأبيض المتوسط. السؤال اللي بعد كده، أمام خريطة لمحافظات جمهورية مصر العربية، لاحظها جيدا، يعني أبص على الخريطة وأبدأ أجاوب. محافظة تمثل التقاء الوجهين، طبعا التقاء الوجهين لسه قايلين ان هي محافظة مين؟ القاهرة، يبقى المحافظة التي تمثل التقاء وجهين هي محافظة القاهرة. هنا بقى محافظة يحدها من الشمال البحر المتوسط، من هنا يعني، ومن الجنوب الوادي الجديد، الوادي الجديد تحت، يبقى مين اللي في النص هنا؟ طبعا مطروح، يبقى دي محافظة ايه؟ مطروح، اللي هي تعتبر من محافظات الحدود. طيب محافظة الوجه القبلي، واحدة من الحمر يعني دول، ويحدها من الشمال الاقصر، الاقصر فوقيها هنا اهو، اكيد مين؟ اكيد اسوان، لان الاقصر تحدها من ايه؟ من الشمال، يبقى هي محافظه اسوان. السؤال اللي بعد كده، صح وغلط. اول حاجه بيقول لي يدل اللون الاحمر على علم مصر على السلام. طب اللون الاحمر يدل على السلام؟ طبعا غلط تماما، لان اللون الاحمر يدل على ايه؟ التضحيه ودماء الشهداء، يبقى ده غلط. طب اللون الاسود في علم مصر الظلم اللي اتعرضت ليه مصر، يبقى الكلام ده صحيح، صح كده؟ النسر الذي يتوسط العلم يدل على القوه والشجاعه، يبقى الكلام ده صحيح برضو. طيب رفع علم بلدي عاليا وعدم ملامسته للارض، اكيد الكلام ده صحيح برضو. طيب اللون الاحمر في علم مصر مرحله النضال ودماء الشهداء، يبقى برضو الكلام ده صحيح، ما انت لسه قايل بقى ايه؟ ما انت لسه قايل العكس كده، فعشان كده يبقى الكلام ده صح. اللون الابيض في علم مصر على السلام برضو اجابه صحيحه. جزء الاختيارات هنا بقى بيقول لي يتخذ علم مصر شكل دائره ولا مثلث ولا مستطيل ولا مربع. طبعا مصر ياخد شكل مستطيل، علم مصر شكل مستطيل. يتكون علم مصر من كام لون؟ طبعا اربعه الوان، اربعه لون في علم مصر يدل على ما تعرضت له مصر من ظلم. طبعا طالما ظلم يبقى اللون الاسود على طول، اللي هو ظلم وفترات الايه؟ وفترات الاستعمار.
يدل النسر في وسط مصر على ايه؟ على القوة، وهو ينعكس الاسئلة اللي احنا عملناها صح وخطأ. لون في علم مصر يدل على السلام، هو طبعا اللون الايه؟ اللون الابيض. اكتب تفسيرا واحد لوجود النسر في علم مصر. طبعا هنقول له ليدل على القوة والشجاعة، ليدل على القوة والشجاعة. طيب السؤال الثاني بيقول اكتب تفسير واحد لوجود اللون الاحمر. طبعا وجود اللون الاحمر لايه بقى؟ نقول له ليعبر عن دماء الشهداء. نفس الكلام، يعني هو بيجيب لي السؤال بكذا شكل، ليعبر عن دماء الشهداء. طيب اهميه، حدد سبب واحد لاهميه وجود علم لكل دوله. ليه بقى بيعمل علم لكل دوله؟ طبعا ممكن نقول دماء الشهداء، وممكن نزود هنا مثلا الايه؟ الحريه برضو. طيب وجود علم لكل دولة، ليه بقى بيعمل علم كل دولة؟ لأنه رمز لكل بلد يعبر عن تاريخها. يبقى هنقول لأنه رمز لتاريخ البلد، لأنه رمز لتاريخ البلد، تمام كده؟ والتراث والكلام ده كله. اللون الأبيض على طول، يبقى هنكتب لأنه يدل على إيه؟ على السلام. طيب اكتب اثنين من السلوكيات المعبرة عن احترامك لعلم مصر. أنا بقى عايز السلوكيات بتعبر عن احترامك لعلم مصر. هقول إيه السلوكيات دي؟ أول حاجة مثلا هقول اللي بنعمله في المدرسة كلنا هو تحية العلم. تحية العلم ممكن نقوله بقى إيه؟ الوقوف باحترام. يبقى أنا بقف باحترام قدامه، وكمان بقى ايه؟ بحييه. طبعا ممكن نقول له عدم كتابة الاسماء، ما بكتبش اسمي على ايه؟ عليه. حاجات كتيرة يعني نقدر نقولها عن السلوكيات دي، تمام؟ طيب ماشي. هنا بقى بيقول لي اكتب لي ثلاث اماكن يرفرف فيها علم مصر. دي بقى هنقول له مثلا المدرسة. المدرسة مش من الاماكن دي، صح؟ ممكن نقول له ايه كمان؟ ممكن نقول له المؤسسات العسكرية اللي هي الوزارات مثلا، المؤسسات الرسمية، المواقع السياحية. مش كل ده ينفع يتكتب فيه، يتعلق فيه علم مصر ويرفرف المواقع السياحية. يبقى الثلاثة دول اللي فوق دول هيبقوا إجابة لمين؟ إجابة لآخر سؤال اللي هو تحت ده، تمام؟ السؤال اللي بعد كده عن موضوع الأعياد، هنخش على درس الأعياد. بيقول لي يعبر شعار محافظة القاهرة عن نشاط سكانها. هنقول له الكلام ده ايه؟ الكلام ده خطأ، هو مش بيعبر عن نشاط السكان، صح؟ لان السؤال رقم 2 بيقول لي جزء من تاريخها. يبقى اكيد احنا هنقول له طالما جزء من تاريخها يبقى اكيد دي اللي صح، هو الشعار عليه الجامع الازهر. طب الجامع الازهر بيعبر عن السكان؟ لا، يبقى اذا الثانيه هي اللي ايه؟ اللي صح. تحتفل القاهره بعيدها القومي بمناسبه وضع حجر الاساس لبناء مدينه القاهره. ايوه صح طبعا، تمام. طيب تحتفل جميع مصر، جميع محافظات مصر بعيد قومي موحد. لا، هنقول له الكلام ده غلط، ما فيش حد بيحتفل من معظم المحافظات. طيب يرتبط العيد القومي للمحافظة بحدث تاريخي أو ذكرى مهمة. هنقول له أيوة الكلام ده صح. ليه؟ لأن هما ذكرى مهمة بيعملوا لها زي إيه؟ زي بناء حجر الأساس بتاع القاهرة. لكل محافظة شعار يعبر عن نشاط سكانها أو جزء من تاريخها. كده نقوله صح، لأنك جبت لي إيه؟ جبت لي الاثنين، اللي هو نشاط السكان وفي نفس الوقت جزء من إيه؟ من تاريخها. يحرص المحافظ على افتتاح المشروعات الجديدة في العيد القومي للمحافظة. هنقول له برضو الكلام ده إيه؟ الكلام ده مظبوط والكلام ده صحيح. السؤال اللي بعد كده، ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أول حاجة، تحتفل مدينة القاهرة بعيدها القومي في ذكرى بناء مدينة القاهرة، ولا بناء الجامع الأزهر، ولا قناة السويس، ولا بعاد الإنجليز عن مصر؟ طبعا أكيد بناء مدينة القاهرة زي ما احنا قلنا في الاختيارات. تشير الشمس في شعار محافظة القاهرة إلى إيه؟ الموقع المتميز، ولا جامع الأزهر منارة الإسلام، ولا اعتدال مناخ محافظة القاهرة، ولا نور الإسلام يشرق على مصر؟ طبعا هو جامع الأزهر منارة الإسلام في العالم، وهو موجود في القاهرة. طيب يرفع علم مصر وشعار المحافظة، بيترفع العلم بتاع مصر وشعار المحافظة فوق المباني الحكومية عند الاحتفال. طبعا هنقول له إيه؟ هنقول له ده احتفال بالإيه؟ بالعيد القومي للمحافظة، ولا الأعياد الدينية، ولا ذكرى بناء محافظة، ولا ذكرى تعيين المحافظ. العيد القومي للمحافظة هو اللي يشمل الحاجات دي. طيب يضم
شعار محافظة القاهرة رمز من رموزها وهو الجامع الأزهر، هو رمز من رموز المحافظة. السؤال اللي هنا بيقول لي اكتب سبب رسم الشمس في شعار محافظة القاهرة، هنقول له ايه؟ لأنه يدل على أن الأزهر هو منارة الإسلام في العالم، الأزهر هو منارة الإسلام في العالم، تمام؟ طيب اذكر سبب احتفال بقى القاهرة بعيدها القومي يوم 6 يوليو من كل عام، لأنه اليوم الذي وضع أو وضع يعني براحتنا وضع فيه، أو خلينا في وضع عشان نقول اتوضع فيه حجر الأساس، تمام؟ هي مالها مكتوبة بالصاد كده ليه؟ وضع فيه حجر الأساس لمدينة القاهرة، تمام؟ طيب حدد سبب احتفال كل محافظة بعيدها القومي الخاص بيها، سبب احتفال عيد أي محافظة بالعيد القومي الخاص بيها، هنقول إيه بقى؟ هنقول لأنه يرتبط بحدث تاريخي أو نشاط السكان، لأنه يرتبط بحدث تاريخي أو نشاط سكاني، حدث تاريخي أو نشاط إيه؟ سكاني. طيب اكتب مظهرين من مظاهر محافظتك بعيدها القومي، هنقول مثلا المظهرين من مظاهر احتفال المحافظة ممكن نقول له افتتاح المشاريع بدل الإقامة، افتتاح المشاريع، ممكن نقول له كمان إقامة الاحتفالات، إقامة الاحتفالات. هو أنت هتقول لي المحافظة بتاعتي ما بتحتفلش، يا عم ماشي، احنا هنقول اللي بيحصل في القاهرة اللي احنا درسناه، إقامة المهرجانات، أي حاجة من ده كله ينفع تتكتب، تمام؟ طيب تقريبا احنا نسينا واحدة هنا، احنا قلنا هنا الاتنين دول زي بعض، سبب احتفال كل محافظة بعيدها قومي قلنا لأنه يرتبط بحدث تاريخي أو نشاط سكانها أو مثلا ذكرى مهمة، يعني هنضيف كلمة إيه؟ ذكرى مهمة، تمام؟ طيب هنا بقى حدد سبب ليه بقى اتخذت كل محافظة شعار خاص بيها، هتبقى نفس الإجابة، لأنه يرتبط بحدث تاريخي أو نشاط سكاني. الوحدة الثانية اللي هي جمال أرضنا بيقول لي بقى تحيط المياه بشبه، صح وغلط كالعادة هنبدأ بيها، تحيط المياه بشبه جزيرة سيناء من جميع الجهات، هنقول له غلط على طول. ليه غلط؟ لأن أنت بتقول لي شبه جزيرة، طبعا شبه جزيرة يعني ثلاث جهات بس، أما الجزيرة من الأربع جهات أو من الجهات كلها. تلون هضبة الجلف الكبير على الخريطة باللون البني، أيوه هنقول له صح، لأن احنا دايما بنلون هضبة الجلف الكبير دي بالذات باللون الايه؟ البني. طيب يقع جبل شايب البنات في محافظة البحر الأحمر، شايب البنات في البحر الأحمر، إجابة صحيحة، احفظ لي بقى الأماكن دي والحاجات دي فين. طب يقع البحر الأحمر كله في شرق مصر، هنقول له أيوة دي عارفينها وخدناها وقديمة. طيب يلون البحر المتوسط على الخريطة باللون الأخضر، الأخضر هو البحار أو المياه عموما بتتلون باللون الأخضر؟ طبعا لا، يبقى هنقول له الإجابة دي إيه؟ خطأ. طيب لكل مستوى من مستويات الارتفاع لون مختلف، لما يعني يكون مرتفع نص ومرتفع او مرتفع زياده، هنقول له ايوه دي كلامك ايه صح. تعال بقى على الاختيارات، اذا اردت تلوين منخفض القطاره على الخريطه، منخفض القطاره احنا اي منخفضات عارفينها باللون الايه؟ طبعا اي منخفض اجري على طول على اللون الاخضر. طيب جبل سانت كاترين، طب جبل سانت كاترين ده ايه؟ مرتفع، طب المرتفع باللون الايه؟ البني، يبقى ركز بقى المنخفضات بالاخضر، طب والمرتفعات بالبني، طب اللون الازرق، اللون الازرق يشير الى ايه؟ اكيد البحار والميه، يبقى يشير الى ايه؟ البحر عموما. طيب جنوب يلون جنوب غرب مصر باللون البني، طب احنا قلنا البني ده بناخده لايه؟ للمرتفعات، لجبل سانت كاترين، فهو بقى ايه؟ يبقى الجبال ده تبع المرتفعات، يبقى اللون البني عموما بعمله لمين؟ للمرتفعات، يبقى انا هنا هاخد مرتفعات ليه؟ لان اللون البني مرتبط بمين؟ مرتبط بالمرتفعات. طيب تقع هضبة الجلف الكبير بمصر بالركن الايه؟ الجنوب الشرقي ولا الجنوب الغربي ولا الشمال الشرقي ولا الشمال الغربي؟ طبعا تقع في الجنوب الغربي، الجنوب الغربي. ظاهرة تضاريسية في محافظة جنوب سيناء يزيد ارتفاعها عن 1000 متر، ارتفاعها بيزيد عن 1000 متر، هي ايه بقى؟
طبعا هو بيخوفني بكلمه ظاهره تدريسيه. ظاهره تدريسيه يعني الحاجه اللي موجوده فيها. طبعا 1000 متر على طول يبقى دي ايه؟ جبل. طيب تحيط المياه بارض سيناء من ثلاث جهات، طالما ثلاث جهات يبقى على طول دي شبه ايه؟ شبه جزيره زي ما احنا اخترناها من شويه. لكن هنا بقى بيقول لي تقع ارض شدوان بكاملها داخل البحر الاحمر، يعني من جميع الجهات ميه، يبقى اذا ارض شدوان دي تعتبر ايه؟ تعتبر جزيره. طيب اذا اردت تلوين السهل الفيضي، السهل ده يعتبر منخفض، والمنخفضات احنا اديناها اللون الايه؟ اللون الاخضر. تمام. تحيط المياه بسيناء منين بقى؟ من جهه واحده ولا جهتان ولا ثلاثه؟ طبعا ثلاث جهات لانها تعتبر شبه ايه؟ شبه جزيره. توفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.